طيب احنا معانا عبر الهاتف دلوقتي الكابتن محمود لاشين رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على كل جمهور. مبروك لكل ابطالنا. ربنا يخليك، مبروك لمصر كلها. اكيد احنا يعني عارفين ان تنس الطاولة يعني رياضة شعبية زي كرة القدم كده، احنا بنشوف ترابيزات البنج دي في الاحياء الشعبية، يعني الله اكبر يعني. فيعني انا عايز اربط الـ لو صح التعبير ان تنس الطاوله فعلا رياضه شعبيه بالانجاز اللي حصل في افريقيا، في مفارقه في القصه دي يا كابتن؟ بص يا رضا، تنس الطاوله هي تعتبر من اكثر الرياضات الشعبيه على مستوى العالم، مش في مصر بس، لان هي تعتبر ثاني اكبر اتحاد دولي بعد الكوره. ده حقيقي. هي برضك هي رياضه شعبيه في العالم كله، وهي رياضه سهله اللعب جدا على مستوى الممارسه. مش محتاجة مجهود، مساحات كبيرة ولا حاجة، هي مساحات صغيرة ممكن ترابيزة تتحط في أي حتة، الناس تلعب تمارس، فهي رياضة شعبية وسهلة اللعب. إنما على مستوى المحترفين هي بتبقى صعبة شوية، لأن بتبقى مكلفة جدا. عشان تبقى بطل مصر أو بطل قارة أو بطل عالم بتبقى محتاج مجهود كبير وإعداد وفلوس كتير ومصاريف كتيرة قوي. بس هي إحنا بنتكلم على الشعبية، هي رياضة شعبية جدا يعني. طيب يعني أنا شايفة دلوقتي معانا على الشاشة أبطال عمرهم بيتراوح من أعمار مختلفة، لكن في منهم صغيرين شوية، أعمارهم من كام لكام يا فندم؟ إحنا عندنا يعني أصغر واحدة في البطولة كانت عندنا خديجة ديت كانت 12 سنة تقريبا عمرها، وفي عندنا فريدة 19 سنة، دي أكبر حد في المنتخب، هي ورؤى الناجي. خديجة فازت بإيه؟ خديجة أخذت ذهب في فرق بنات 15 سنة. ما شاء الله. إحنا الحمد لله أخذنا ذهب بنات 15 سنة و19 سنة وزوجي، يعني البنات عندنا الحمد لله مكتسحين النتائج كلها يعني. ما شاء الله. كلمنا على البطولة الإفريقية، إزاي مصر تفوقت على كل اللاعبين الأفارقة؟ كانت أبرز الفرق اللي موجودة كانت عاملة إزاي؟ التحديات اللي واجهتوها في هذه البطولة الأفريقية لغاية لما فزتوا بأكبر عدد من الميداليات على مستوى القارة الأفريقية؟ بصوا حضرتك، إحنا التحديات بدأت من توقيت البطولة. توقيت البطولة حضرتك عارف إن هو جاي في عيد، إحنا سافرنا من هنا تاني يوم العيد، فطبعا العيد أنت فاهم الطقوس بتاعتنا والشعب بتاعنا، وفي عندنا برضك لعيبة كانت عندها امتحانات ثانوية عامة أثناء البطولة، يعني في عندنا لعيبة، في لعيبه ما سافرتش عشان امتحانات الثانويه العامه، وفي لعيبه سافرت وقدمنا مذكرات لوزاره التربيه والتعليم ان هم ياجلوا امتحاناتهم عشان المنتخب وحاجات كده. فكانت الصعوبات من بدري قوي ان احنا نقدر نوفق اللعيبه ان هي يبقى عندها، حضرتك عارف طبعا الثانويه العامه ومشاكلها ومستقبل الناس وبتاع، فكان انك تعرف توفق بين التمرين والامتحانات والمذاكره، فدي كانت برضك نقطه صعبه قوي، ودي اتأثرت على النتائج بعض اللاعبين برضك لان هم ما كانوش مستعدين بالدرجه الكافيه. بس الحمد لله احنا وزاره الشباب والرياضه وقفت معانا جدا في الموضوع دوت، ان هي قدرت تخاطب وزاره التربيه والتعليم ان هي نحاول ناجل الامتحانات بتاعه الابطال اللي معانا. فيعني الحمد لله ان برضك دي احد الصعوبات اللي هي كانت عامله مشكله وواخده جزء من دماغ ناس كتير، يعني لعيبه كتير واهاليهم والكلام ده. الصعوبه الثانيه اللي هي توقيت البطوله، ان هي تيجي في وسط العيد، ثالث يوم العيد احنا صحيح. كنا بنلعب هناك في المغرب، فدي كانت صعبه شويتين يعني. بس الحمد لله احنا عندنا اللعيبه بتاعتنا لعيبه كويسه ولعيبه رجاله، وقدروا ان هم يعني يفصلوا شويه ويركزوا في التمرين ويستعدوا كويس جدا للبطوله. واحنا كاتحاد يعني عملنا معسكر قبل البطوله بفتره، اسبوع قبل العيد باسبوع عملنا لهم معسكر، وكان في معسكرات قبل كده برضك، بقى لنا 3 شهور بنعمل معسكرات مفتوحه، وقبل العيد عملنا لهم معسكر لمده اسبوع متواصل، وقبل السفر برضك كان ثاني يوم العيد عملنا يوم كده تجمع للاعبين واللعيبه تقعد مع بعض ويعيشوا بقى اجواء البطوله، وسافرنا الحمد لله يعني. طب هل في بطوله في الايام الجايه ابطالنا بيستعدوا لها؟ احنا عندنا بطوله يوم الجمعه الجايه في استاد القاهره، بطوله الجمهوريه، ان شاء الله يكونوا هم يرجعوا بقى ياخدوا يومين كده راحه ولا حاجه، واول ما نرجع وبعد كده يستعدوا ثاني للبطوله. مع العلم ان لسه في امتحانات شغاله. بس البطوله اللي جايه دي بقى بتاع تحت 15 سنه، يعني الامتحانات خلصوا خلاص. هتكون دول خلصوا من فتره الثانويه العامه، بس الكبار اللي شغالين فدول احنا مش هنعمل لهم حاجه محليه. المحلي للصغيرين بقى 11 سنه و13 سنه و15 سنه.
بالنسبه برضك للمعوقات او الصعوبات اللي قابلتنا هناك، الفرق العربيه، فرقه زي الجزائر دي ما كانش متوقع ان هي تبقى في المنافسه معانا، بس هم جابوا لعيبه صحيح فرنسويين جنسوهم. قصدك جزائريين يعني متجن جيل تاني او حاجه؟ ايوه يعني هم جابوا بقى اللعيبه من بره فرنسويين، هم عايشين في فرنسا. بس مش عيب يا كابتن، يعني ممكن احنا كمان نعمل ده، يعني ده حتى بالنادي ده في كره القدم، ان احنا نعمل ده، نبتدي نستكشف اللعيبه الموجودين في بلاد تانية مصريين يعني من الجيل التاني او الثالث، ونبتدي نجذبهم لمشاركه في منتخباتنا. على كل حال احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، والف الف مبروك لابطالنا اللي مشرفينا دايما في تنس الطاوله. كل الشكر ليك كابتن محمود لاشين، رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، وكمان كل الشكر للبعثة اللي أكيد عاملة مجهود كبير. السيادة أفريقيا في كرة القدم، والسيادة أفريقيا أيضا في تنس الطاولة، اللي تعتبر زي ما هو قال اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم.